أساس الحكامة في جميع القطاعات على مستوى الحكومة البسيطة في دين المحيط الدولي حاسب الانتخابات والمنافسات لا يسألون عن المصلحة. كما تعلمون منذ إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة تعليمات ملكية صاحب الجلالة نصره الله خرطت المديرية العامة للأمن الوطني كباقي المؤسسات الدستورية فالعمل مع هيئة الإنصاف والمصالحة وكذلك مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حاليا مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوضع أرشيف المركزي والأرشيف الجهوي عن إشارة المجلس الوطني وكذلك الخبرات التقنية والعلمية للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية الذي ساهم بشكل كبير في تحديد هويات مجموعة من الأشخاص آنذاك. العمل للمديرية العامة للأمن الوطني كان حاضرا منذ البداية ديال هيئة الإنصاف وكذلك عمل على تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وكذلك على مقتضيات الدستور 2011.